اهلا وسهلا دريت او مادريت عن هوميس نادي سانتوس الموسم عام 2012، وكان هداف نادي سانتوس ذلك الموسم بتسجيله 41 هدفا في جميع المسابقات التي خاضها النادي صاحب هذا القميص، وهو نيمار جونيور المهاجم البرازيلي، والذي بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2009 مع نادي سانتوس وهو لم يتجاوز 17 من عمره. وخلال سنوات قليلة قاد نيمار الفريق لتحقيق نجاحات وإنجازات، وكانت أبرز تلك الألقاب هو لقب كأس الليبرتادورس القاري في عام 2011، إلى جانب أيضا الدوري البرازيلي 3 مرات متتالية بين عامي 2010 و2012، إلى جانب أيضا بطولة سودا أمريكان القارية والتي أحرزها بهذا القميص في عام 2012، فضلا عن التأهل أيضا إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية في عام 2011، حيث خسرها نيمار وناديه سانتوس أمام فريق برشلونة، والذي شاءت الأقدار أن يكون وجهة نيمار التالية في عام 2013، وذلك بعد أن أكمل 4 أعوام مع النادي البرازيلي خاض خلالها 134 مباراة سجل فيها 70 هدفا. وليكون هذا القميص في هذا الموسم هو آخر قميص لنيمار جونيور مع نادي سانتوس. تدري بأن فريق سانتوس قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية في عام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخه الممتد إلى 111 عاماً. إن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.